السلام عليكم البنات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم صباح عندنا الشتا، دابا عندنا الثلاثه، غندير معكم هاد الوصفه وغنديرها للعشاء. كتجي زوينه وكتجي خطيره، الدجاج مشوي في الفران كيجي بزاف، ولكن انا المره غنديرو بالعطريه. دوزو نشوفوا الوصفه. انا هي عندي هنا واحد الكيلونس ديال الفخيطات ديال الدجاج. عندكم الدجاج ديروا الدجاج اللي بغيتو، الدجاج مقطعه المهم اللي متواجد عندكم، ماشي مشكل ديروا، ماشي زعما الفخاد هما الاساس، الدجاج اللي يكون عندكم. عندي هنا واحد شويه ديال المعدنوس، انا عندي مجمد، لكن عندكم طري من الاحسن، والعطريه. عندي الملحه على حسب الذوق، عندي واحد خمسة الريوس ديال الثومه عفوا، عندي معلقه عبرت بهذه المعلقه البنات، بزار الحار، سكينجبير، الخرقوم، العطريه ديال الدجاج. عندكم ديروها ما عندكمش، ماشي مشكل. عندي معلقه ديال القزبر حبوب، عندي الزيت البلديه غنخليها حتى نبغي نخشي الدجاج في الفران، وعندي الماء، وعندي واحد نص حامضه معصره. ندوزو للطريقه. والدجاج البنات راني غسلته بالحامض والملحه، والسكينجبير، ودرت ليه الفتيحات باش يدخل ليه العطريه ديالو. غندير الملحه، غندير الثومه، وغنخلط بالماء حتى نشوف الكثافة اللي بغيت. بسم الله، مازال البنات غنزيد الماء ان شاء الله يقدني مع الديتا شويه كثير. بحال هكا، حيت انا في الاول درت تعمدت ندير الماء باش الا درت الزيت الدجاج ما غايشربش العطريه ديالو. كنهز بحال هكا وكن هما البنات ملي ساليتو كله، دابا غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي وغنخشيه ان شاء الله في الثلاجه. دوز حد جوج سوايع على حسب الوقت ديالكم، من الاحسن ديروه حتى بالليل ماشي مشكل. وغنزيد ليه داك الزيت البلديه وغنخشيه ان شاء الله في الفران، وغتشوفوا معايا ان شاء الله ملي نديرو في الفران ضروري غنوريه لكم. يلا انتما البنات، مدازت مده شي 3 سوايع هكا، مشيت قديت وجيت، ودابا غنخشيه ان شاء الله في الفران. غادي ندير ليه الزيت، ندوز عليه الزيت كله. اسمعوا البنات، انا راه ما غنغطيه ما حتى شي حاجه، هكا غنخشيه في الفران، غادي يطيب ويتحمر مده شي ساعه ونص هكا. المهم غادي نخشيه في الفران، المده اللي غياخذ ليا غادي نقولها لكم. نتشوفوا ملي طيب. هانتما البنات، راني ما غطيتو ما حتى شي حاجه، الفران درتو على 200 ديال الحراره، وملي غيطيب نشوفو. هانتما الحباب ديالي، انا راه جبت قضيه ديال السيمانه، الروينه الكحله، وحق الله العظيم الى هاد كورونا دارت لينا الخدمه مضوبله، كلشي غسلتو، كلشي درت ليه الماء والخل، كلشي غسلتو. هذه هي القاعدة، ملي بدات كورونا هادشي اللي كندير.
بغيت نوريكم البنات اللي عايشين هنا في ايطاليا. واحد صاحبتي كتسولني على الشوفان، راه كيتباع في ليدل، وخديت واحد الحبه ديال سميتو لي، والحوت راه دايرين فيه لوفيرطه، راه زوين. ها انتم البنات راه زوين داك الحوت ديال البنات، هو فيه لوفيرطه، وهادشي ها هو راه ثمنو معروف. ندوزو نشوفو العشيوة. هاد الدجاج البنات ملي خرجتو من الفران، نصيحة مني البنات، إلا كان عندكم الفران ديال فيه الفرفارة وخا تخليوها عريانة، إلا كان عندكم بوطات الغاز غطيوه، غطيوه واحد نص ساعة، وديك الساعة حيدو عليه الغطا وخليوه يتحمر ليكم. أنا خليته بلا غطا، راك شفتوني داليا الساعة البنات، ساعة بالضبط درتو مع الستة حيدتو مع السبعة، لقيتو هكا وجد ليا، ورافقتو بشوية السلطة هكايا، شوية الزعلوك، وخا كناكلو غير أنا والفريد ضروري للوليدات. إوا هذا ما كان البنات، نتمنى عشيوتي تعجبكم، وتخليو ليا لايك وتعليق زوين بحالكم. تشوفو فيديو جديد، مع السلامة.